استعرض تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مؤتمر صحفي أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني في اليمن واستخدام مطار صنعاء لاستخدام أو لاستهداف المملكة. نحن قدمنا نموذج عسكري جديد في العمليات العسكرية لم يقدم سابقا، أن لدينا القدرة على الرد على هذه الميليشيات وهذا الصلف من قبل الميليشيات الحوثية وهذا العبث، ولكن لدينا نفس ولدينا الحكمة ولدينا الشجاعة، وأعطينا الفرصة لهذه الميليشيات الحوثية، ولربما فسرت الميليشيات الحوثية بأن هذا حالة من الضعف في استمرار محاولة استهداف المدنيين في المناطق الحدودية للمملكة العربية السعودية، والذي تتبنى هذه العمليات باستهداف المطارات المدنية وأيضا استهداف المدنيين في مأرب الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين في كافة المحافظات اليمنية. إذا أستعرض معكم الصواريخ البالستية والتي أطلقت، وتلاحظون على أقصى اليمين بداية من شهر فبراير 2021 ارتفاع المنحنى لإطلاق الصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية والتي بلغت 430 صاروخ. تلاحظون أيضا بالنسبة للطائرات دون طيار والتي إلى هذه اللحظة وصلت إلى 851 طائرة. تلاحظون أيضا بالنسبة لتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب والتي وصلت إلى 247 لغم بحري. هذه الأرقام للوفيات من اعتداءات الميليشيا الحوثية ضد المدنيين وبدعم من حزب الله اللبناني الإرهابي، ونحن نحمل المسؤولية لحزب الله اللبناني الإرهابي على استهداف المدنيين سواء كانوا مواطنين أو من أشقائنا أو من أصدقائنا الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية. تلاحظون الأعداد والتي أكثر ما تأثر منها السعودية واليمن. لدينا معلومات استخبارية، كما تمكنا من الحصول على هذه الأدلة بأن لدينا معلومات استخبارية ومن الدائرة القريبة من قبل الميليشيات الحوثية، ولدينا كثير من التفاصيل، وأنا أوجهها للميليشيا الحوثية بأن عليهم أن يعدوا الأنفاس كقيادات إرهابية. الاستمرار في محاولة استهداف المدنيين لابد أن تعلم هذه القيادات الإرهابية على قائمة الأربعين أننا نستطيع الوصول إليهم، وعليهم أن يعدوا الأنفاس في شوارع صنعاء أو في المقار التي نحن نعلم أين يجتمعون، ولكن نراعي القانون الدولي وراح نعمل في إطار القانون الدولي حتى وأن كان هناك استخدام للألياف البصرية في اجتماعاتهم قد لا يعلمون أنهم مخترقين. وهذا تحذير للعناصر الإرهابية من القيادة الحوثية، لأن المدنيين في المملكة العربية السعودية خط أحمر ولن يكون هناك أي تهاون، وللمرة الأخيرة عليهم أن يعدوا الأنفاس والخطوات في تحركاتهم. في المؤتمر كان فيه عرض واضح لأدلة تثبت تورط حزب الله وإيران في الحرب التي تحدث في اليمن، وهذا يصادق على ما يردد دائما بأن الحوثيين مجرد أداة فقط لتنفيذ الأجندة الإيرانية والمدعومة من حزب الله وبمشاركة في داخل اليمن. يمكن تسجيل الفيديو اللي كان واضح وصريح من قبل قيادات حزب الله وهي توجه أداة الحوثيين الإرهابية في اليمن كان واضح للعيان ويصادق على فكرة التدخل. اثنين، كان في تركيز من قبل متحدث التحالف في أغلب أحاديث المؤتمر على حماية المدنيين وعلى مراعاة القانون الدولي، رغم الاستخدام الموجود للقوة إلا أن التحالف إجمالا يراعي كل هذه الجوانب وبالذات حماية المدنيين. النقطة الثالثة والمهمة اللي تابع المؤتمر من بدايته إلى نهايته سيلحظ إجابات واضحة ومباشرة وصريحة من قبل متحدث التحالف لكل ما يحدث داخل اليمن، وهذا يعطي مؤشر واضح جدا على أن التحالف يسير
بقوة وصدق وثبات داخل اليمن من أجل حماية اليمن ومن أجل حماية المدنيين في الداخل اليمني ومن أجل ردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. قلناها في أكثر مرة ونكررها دائما، رأس الأفعى الحوثية الإيرانية الإرهابية الموجودة داخل اليمن يوما ما ستقطع وتعود لليمن بأكمله عروبته. ولكن الأدلة التي ظهرت على التورط المباشر لحزب الله اليوم يخلينا نصادق ألف مرة على أن هذا حزب إرهابي بالدرجة الأولى.